بيقول ان بيلعب ملاكمة وسمع انها ممكن تسبب شلل في الضفيرة العضودية، عايز يعرف الكلام ده صح ولا لا. هل صح؟ ممكن هو حضرتك يعني زي ما انت بتقول التلاحم الشديد وكده والحوادث ممكن ينتج عنه، لكن هو نسبة ضئيلة جدا لا تتناسب مع حجم الموضوع، ومش هنقدر نمنع رياضة زي كده وبعدين بس مجرد ممكن ناخد احتياطاتنا، الخوذة، ال بالظبط. لا هو في حركات، احتياطات يعني يا جماعة. هو في حركات معينة اللي هو ان هو الراس ما تبعدش عن الكتف كتير، يعني هو بس هو ده يعني المشكلة كلها في الميكانيزم. المنطقة دي يا جماعة. الميكانيزم هنحافظ على منطقة الرقبة على كده بنقدر، طيب ولكن مش هنوقف رياضة طبعا، لا مهمة طبعا زي كده عشان استحالة موضوع يعني، زي طبعا كده طبعا ممكن ده يحصل اكيد. بسبب تاني. طب لما حضرتك تتدخلوا بقى جراحيا لرقب التمزق اللي حصل ده، دي جراحات ميكروسكوبية صح؟ صح. ليه اسمها كده؟ تفرق ايه عن الجراحات التقليدية؟ ايه الجديد اللي موجود في ده؟ بتعملوا ايه الأول بعد كده نعرف ايه الجديد؟ هو حضرتك الأول احنا بنشخص، وبعد كده ما بنشخص بنوصف بقى، يعني دي تحتاج علاج طبيعي وتكمل ونشوفها، لا دي محتاجة جراحة دلوقتي، دي محتاجة جراحة مثلا بعد شهرين امتى وثلاثة. تقول دلوقتي حالا وامتى تقول بعد شهرين؟ دلوقتي حالا لو هو الشلل كامل، يعني الصوابع والكتف والكوع ما بيحركهمش، يعني عنده دراعه جنبيه مرمي كده زي القماشة، ملهوش أي حركة، ملهوش أي إحساس، هو ده مستحيل يرجع، يعني معلش يعني مش يعني لا بالخبرة وبالعلم وكده واضحة. واضحة ما بيرجعش، لكن اللي عنده صوابع بتتحرك وكده بنديله فرصة شوية، لأنه احتمال يكون الأعصاب اتشدت، فبنديله فرصة مثلا 3 شهور وكده اللي بيها ممكن ساعتها لما بتتشد الأعصاب وكده بيحصل طبعا ايه تجمع دموي وحواليها بيضغط على العصب، فبندي فرصة ان التجمع الدموي ده يمتص اوتوماتيك كده عن طريق الأوردة، وبالتالي المنطقة اللي هي موجودة دي بدل ما هي مشتعلة وكده تهدى وكده ويبان ان هو العصب هيشتغل ولا لا. لكن لو هو حالات مثلا اللي هو القطع الجرحي، يعني واحد مثلا زي الحالات اللي احنا هنشوفها، ولو واحدة مثلا يلا نحضر الحالات لو سمحت يا واخدة باشا. سكينة في رقبتها مثلا، أو واحد واخد سكينة في رقبته وعنده مشكلة في الأعصاب، خلاص بقى ده مش هيرجع، هيرجع ليه؟ ده هو اتقطع. واحد خد طلق ناري، طلق ناري، طبعا وطلق الناري ده مشى في نافذ. نافذ ومشى في المنطقة اللي فيها الضفيرة العضدية، فدي لا ما نستناش، يعني دي من الحالات اللي هو تداخل زي الجراحة ما كان فيها. حاصل لنجيب محفوظ متصور يعني، ولا كان من الناحية التانية الطعنة اللي أخذها نجيب محفوظ، بس هي ما بس جابتلوش ضفيرة عصبية. ما كانتش ناحية الضفيرة لا العصبية. ما جابتلوش ضفيرة طيب عصبية، ما جاتش الحمد احنا لله.